المره دي احنا بنستضيف يعني رياضه في اتحاد مصري للرياضات المكفوفين تحت الامبريلا الكبيره للبارا اولمبيك، وايضا في اداره مركزيه الوزاره بتدير هذه البطولات وهذه الالعاب، اداره التنميه الرياضيه، فهيكل تنظيمي منظم. يعني اكيد الجودو يبقى عندنا الاتحاد المصري للجودو تحت رياضه المكفوفين، ففي تعاون ما بين الاتحاد المصري للجودو واتحاد رياضه المكفوفين. احنا يعني بطوله دوليه تبع الاتحاد الدولي، مصر بتستضيفها، 32 دوله، 200 لاعب يعني على ارض مصر، في احد الارث المصري لتطوير الصالات، صاله برج العرب. النهارده بنعلن باذن الله رب العالمين بدايه البطولة الكبيرة وتحقيق الحلم اللي كنا بنتكلم عنه. بدأنا فعلا خلاص، دخلنا في مود البطولة، 32 دولة بيشاركوا، 200 لاعب بيتنافسوا، وده رقم ضخم جدا، ده رقم ضخم جدا في رياضات الجودو والمكفوفين. البطولة جراند بري، بطولة الجائزة الكبرى، ودي لأول مرة بتتنظم في مصر وإفريقيا والشرق الاوسط، وشرف كبير جدا لينا كاتحاد مكفوفين، وده يسعد جدا مصر اللي دايما بتحتضن العالم انها تنظم مثل هذه البطوله بهذا العدد الضخم. احنا البطوله تم الاسناد لينا في يوليو 2022 لتنظيم البطوله، ودي يمكن اول مره تحصل في افريقيا والشرق الاوسط بخصوص تنظيم البطوله. احنا عندنا ان شاء الله مشارك في البطوله 32 دوله، ممثلين عنهم 210 لاعب، ودي اول مره تحصل في بطولات كبيره زي بطوله جودو. ان شاء الله باذن الله نامل ان احنا نكون جديرين، وكالعاده مصر تكون يعني ليها السبق في التنظيم واستقبال الوفود، والحمد لله الامور ماشيه بخطى ثابته جدا، ولعبتنا المنتخب كمان على اتم استعداد وجاهزين ان شاء الله للبطوله، ويتبقى ان شاء الله يعني توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. احنا حاليا في معسكر من شهر 11، ومستمرين في المعسكر ان شاء الله، وحاليا السفر يوم الخميس باذن الله. طبعا انا في معسكر مغلق بقالي دلوقتي داخل في 3 شهور من 24/12، طبعا كان في اجازات في النص ولكن قليله، من اجل تحقيق الهدف يعني، لان اسم مصر ده مش اسم سهل، ولازم اللي يشيل مسؤوليه مصر يكون قدها، وان شاء الله نكون حسن ظن كل الناس ونجيب ميداليتنا ان شاء الله.